مع جمال الدين مصباح وكذلك كارم جاني. ملعوبه هايله خطير جدا خطير جدا. سليماني سوداني في منطقه الجزاء يحاول اسلام يحاول يوزع كره هايله ممتازه يا سلام. الم اقول لكم ان هذا اللاعب ولد في منطقه الجزاء؟ انه الهلال الذي ظهر في الدقيقه الاخيره من زمن الشوط الثاني. سوداني هلال يظهر بقوه ويسجل يا سلام على هذا الهدف للمنتخب الوطني الجزائري. سوداني يفك العقده الليبيه في الدقيقه 44 ويتمكن من الوصول الى مرمى الحارس محمد مشروش. نعم ها هي والجميله والرائعه من اسلام سليماني الذي موه هذه الكره اللاعب من فيغولي ثم حضر سوداني في الزاويه الصعبه والبعيده عن مرمى الحارس محمد مشنوش. هدف مقابل لا شيء. ظهر الهلال في الدقيقة 44 أو في الدقيقة الأخيرة من زمن 90 الوقت الرسمي لهذه المباراة في الشوط الثاني في الدقيقة 89 ذكر. فرحة أنصار المنتخب الوطني الجزائري وأنصار الرجاء البيضاوي الذي يساندون المنتخب الجزائري في هذه المباراة. كوتشينج أيضا ممتاز من الناخب الوطني خالي لوزيتش الذي ادخل السوداني كورقه رابحه. على بل كلام وكذلك دفاع المنتخب الجزائري ان يحافظ على النتيجه المسجله. وكم هو الوقت البدل الضائع. كره تصل سهله للحارس سمبلحي. الله يا سلام يا سلام ما اروع هذا الجمهور وهؤلاء الذين جاءوا لمساندة المنتخب الجزائري. أنت الرائع وأنت الجميل يا هلال الذي ظهرت في الدقيقة 89. سأؤكد وأقول أن هلال سوداني هو من مواليد منطقة الجزاء. ولد ليكون هدافا هدافا وليس إلا. ساقط قديورة نتمنى له السلامة.